التقلبات الجوية الأخيرة أضرارا في عدد من المنازل والبنايات والطرقات، مما أدى إلى توقف حركة المرور في عدة بلديات بولاية تشيبازا. كنا صباح راقدين على 5 تاع الصباح، هيا جات الشتاء احنا قلنا نورمال عادي، من بعد زادت قوات بزاف، حمل الواد، صدم علينا الواد، طاح علينا صو، ربي يسترنا. يما جا راح يديها الواد، شديتها خرجتهم برا، خاوتي خرجتهم كاع برا. احنا لحقنا جات صدمه شوي شوي تاع حمله، حمل علينا الواد، يسمى هذيك الهبطه تاع فوكه اللي تجيب، كي حمل علينا ما قدرنا ندير والو، والحمد لله يعني ساعفنا الحاله. ولقينا اللي بيسمى لقينا الطونوبيات ما كاينش مين تهربي، قعدنا تماتك حتى لحقت الحمايه المدنيه والشرطه وبتضافر جهود السلطات المحليه والمصالح المعنيه تم التحكم في الوضعيه واعاده سير حركه المرور بهذه المناطق. على إثر تساقط الأمطار الغزيرة على مستوى بعض دوائر بلدية الولاية وخاصة مست الجهة الشرقية للولاية متمثلة في كل من دائرة القليعة فوكا وبوسماعين، حيث شاركت جل وحداتنا من أجل وجندت من أجل مساعدة وإنقاذ وإسعاف المواطنين، وهذا بسبب ارتفاع منسوب المياه على مستوى المجمعات السكنية وخاصة وسط النسيج العمراني وعلى مستوى الطرقات، حيث تشبعت شبكة صرف المياه بالأمطار الغزيرة في وقت قصير، مما أدت إلى ارتفاع منسوب المياه وحدوث بعض الفيضانات، حيث سارعت وجندت مديرية الحماية المدنية جميع الوسائل المادية والبشرية من أجل التكفل بالمواطنين وإسعافهم وإنقاذهم، وعملنا بالتنسيق مع السلطات الولائية والمحلية لفتح الطرقات كما راكم تشاهدوا على مستوى هنا طريق الرابط ما بين بلدية وودة وبوسماعين، وكذلك الطريق الرابط ما سريع الرابط ما بين بلدية بوسماعين وتي بازا اتجاه تيبازا، وكذلك امتصاص المياه وتنقية البلوعات من الأتربة والأغصان العالقة بها. هذا وما تزال الجهود متواصلة للتكفل بالمتضررين وإزالة مخلفات هذه السيول.